يرشفوا بها النظام على حي بلدة الدمشقي، ضعينا في آخر تطورات، هل من حصيلة أو كم عدد الشهداء والجرحى جراء هذا القصف؟ أهلا بك سيدة، نعم تقع قصف بلدة شمال العاصمة دمشق، وتعرض لأول مرة منذ تاريخ الثورة السورية، ومحافظة بلدة منذ ما يزيد عن من فوج المدفعية المتواجد في منطقة حفير، يذكر بأن عدد الصواريخ التي تم أطلاقها حتى الآن على المنطقة هي 5 صواريخ في ظل حصار خانق من قبل الهجمة الشرسة اليوم على حي برزة، حيث أن الأطباء في المشفى الميداني هنا كانوا أصلا يعانون من نقص بالمواد الطبية وعدم تجهيزات كافية لاستقبال الحالات الوافدة إلى المركز. إلى الآن لا يوجد عدد نهائي وحصيلة نهائية لعدد الجرحى أو الشهداء في المنطقة، لكن الوضع عامة وإجمالا هناك يصف بالسيء من الناحية الطبية. كم العدد بالتقريب يعني بالنظر إلى قوة هذا القصف وطبيعة الصواريخ التي استخدمت في هذا القصف؟ سيدتي الحدث لم يمضي عليه إلى الآن قرابة ساعة، الأداء تتوافد تباعا إلى المركز الطبي في المدينة، لا يوجد حصيلة من شهداء، لم يفدنا المركز الطبي بأعداد مثبتة، لكن في نفس السياق ما يجري في مدينة برزة الآن أفادنا المتواجدين هناك من القوات العسكريين لقوات الجيش الحر بوجود قنص تشبيحة هناك من قبل عناصر الجيش الحر. من المفيد ذكره هنا منطقة الورور وهي المحيطة بمنطقة برزة، هي برزة على شمالي برزة، تقوم محاصرة المنطقة منذ ما يزيد عن 4 أشهر، زاد الحصار في الشهر الأخير وهو من اللجان الشعبية الموالية للنظام السوري. نعم شكرا لك. نعم تفضلي. هذا بالنسبة لمنطقة رشدة، لكن من الجدير بالذكر اليوم هو منطقة جسر الكبات، قلنا يصف بحاجة الملاهي التي يصل بين باب الشرقي والمنطقة الشرقية في الغوطة من غوطة دمشق، اليوم تم وضع ما يزيد عن 10 ميكروباصات وسيارة أجهزة هناك فيهم قرابة 50 شخص كدروع بشرية على جسر الكبات. هذا الجسر يوصف بأنه الآثى والأشرف بين الحواجز في مدينة دمشق، كثيرة في مسان صواريخ بزعم ضربان المنطقة الشرقية بين قوات الفرقة الرابعة وما يسمى بالجيش الوطني السوري في هذا الحادث. شكرا لك سنة مسعود عضو شبكة سوريا مباشر، كنت معنا من دمشق على هذه المعلومات.